اتمنى من الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي ما يبخلوش علينا باللي لايك ديالهم او اعجاب وعمل سبسكرايب او الاشتراك وتحميل الفيديو على مواقع التواصل واكيد الضغط على الجرس بالتوصل بكل جديد الفيديوهات. السلام غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنىكم تكونوا كما ديما على خير وبخير وبصحه جيده. توحشتكم بزاف بزاف، وربي هو اللي عالم بيا. توحشت اننا نعمل معكم صوت وصوره. كما قلت لكم المرض هو اللي خطفني منكم، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله، دابا راني وليت على خير وبخير الحمد لله، ورجعت لكم ان شاء الله بالوصفات الطبيعيه. قلتوا لي غبرتي علينا على الوصفات الطبيعيه، ما بقيتيش كتعملي الوصفات، ماشي غبرت عليكم على الوصفات الطبيعيه. نتوما عارفيني انني من محبين ديال الوصفات الطبيعيه، وكنحب اول شيء في القناه تاعتي هما الوصفات الطبيعيه. ودابا ان شاء الله مع الصيف جاي غادي نبقاو نعملو مره نبقاو نعملو وصفات للوجه، وصفات للشعر، وصفات للعنايه بالجسم ديالنا. غير تابعوني، والناس ضروري ضروري البنات خاصكم تضغطوا على الجرس. كاين واحد المربع مرسوم فيه جرس، الا ما ضغطتوش عليه ما غاديش توصلوا بالفيديوهات تاعي، ولهذا ضروري انكم تضغطوا على الجرس بالتوصل بجميع الفيديوهات تاعي. جزاكم الله كل خير، انضوا على بركه الله. الوصفه تاعتي اليوم عباره على كيراتين، كيراتين طبيعي 100%، كيراتين كيرطب لكم الشعر ديالكم من اليوم الاول. نعم، من اليوم الاول مضمونه 100% وما عندها حتى ضرر على البشره ديالكم. مكوناتها اللي هما جد بساطين، كما معروف على القناه ديالي انني كنجيب لكم دائما وصفات اللي هي سهله وفي المتناول ديالكم. بلا ما نقوي عليكم قوه الهضره، كما شفتم انني عندي جوج مكونات فقط. عندي الخميرة الفورية، ما تستغربوش بزاف. نعم، الخميرة الفورية جميلة 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 ورائعة على الشعر ديالنا، ما عندها حتى ضرر على الشعر ديالكم، وبالتجربة والبرهان ديالكم هو اللي غيبين لكم انها وصفة جد رائعة. نعم، عندي هنا الخميرة الفورية او الخميرة العجين اللي كنديرو في الخبز ديالنا. عندي هنا خميرة حبيبات، ممكن انكم تستعملوا الخميرة المعجونة اللي كتكون في المحلات التجارية. عندي هنا نصف كأس من الزيت الزيتون، ممكن استغناء على زيت الزيتون، ممكن انكم تستعملوا زيت اللوز او زيت الرومية او يعني زيت الطهي، تكون خلاصة من نوار الشمس يعني، ولكن من الأحسن الاستعمال الزيت الزيتون. عندي إناء فاش غنستعملو هاد الوصفة ديالنا، وعندي الماء البارد باش غنخلطو هاد المكونات على بركة الله. أول شيء بسم الله على بركة الله، غادي ناخد الخميرة ديالي، ناخدو على حسب الطول تاع الشعر ديالنا. تقريبا هنا غنوضع واحد 4 معالق او 5 ملاعق على حسب الشعر تاعي، على حسب الطول تاع الشعر ديالي. هنا غادي نوضع تقريبا واحد 4 معالق تقريبا من الماء حتى نتحصلوا على عجينة. كما كتشوفوا يعني بطريقه سهله، وكيراتين اللي هو مضمون ومن الاستعمال الاول ان شاء الله غادي تحصلوا على شعر اللي هو جد رائع، كتحميكم من تقصف الشعر، كترطب لكم الشعر ديالكم. الناس اللي كيكون الشعر ديالها شويه اللي هو خشين وواقف كما كنقولوا، يعني وصفه رائعه ومضمونه 100% من الاستعمال الاول. كنقول من استعمال الاول وعلى ضمانتي، ومعروف على الوصفات توعي انهم مضمونة 100% وعلى تجربة،
يعني اي وصفه كنستعملها لكم الا وكتكون مجربه مني شخصيا وكنعرف انها ما عندها حتى ضرر على الشعر ديالكم او على البشره ديالكم او على الجسم تاعكم. غادي نبقاو على هذا الشكل هذا حتى نتحصلوا على عجينه او خليط متناسق ومنسجم. كما شفتوا هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه على هذا الشكل. ودابا غادي نضيفوا زيت الزيتون او اي زيت متوفر عندكم. هنا غادي نضيف نصف كاس الكامل زيت الزيتون، معروف عليه لا غنى عليه باش نهضروا عليه ونتكلموا عليه. هو زيت الزيتون جد رائع للشعر ديالنا. وغادي نبقاو نخلطوا بهذا الشكل في القوام ديالها كيولا. بقاو تخلطوا باش هاد المكونات تخلطوا مع بعضياتهم. يعني قوام رائع كما شفتوا. وهذا هو القوام. ندوزو دابا للطريقه ان شاء الله. دابا الطريقه ندوزو ليها. ضروري ضروري البنات كنقول لكم اي وصفه للبشره ديالكم او للوجه ديالنا او للشعر ديالنا ضروري ما يكون نظيف. يعني غسلوا الشعر ديالكم بيوم واحد وخليوه ينشف على خاطر خاطره. من بعد غتشدوا هاد الوصفه تاعت الخميره او هاد الكيراتين ديالنا وغتعملوه بالخصله وانتم كتديروا له واحد المساج اللي هو خفيف بالايادي ديالكم حتى تكملوا الشعر ديالكم بالكامل. من بعد غادي تعملوا واحد الكيس اللي هو بلاستيكي على الشعر ديالكم. ممكن انكم تستعملوا، هذا اختياري، ممكن انكم تستعملوا فوطه ساخنه بالماء سخون وتعملوه على الشعر ديالكم، او ممكن انكم تعملوا حمام بخار على الشعر ديالكم باش تعطي المنافع ديالها. الوقت بالنسبه للتوقيت غتخليوها يعني من ساعتين الى 6 ساعات على الاقل هذه. او ممكن انكم تستعملوها بالليل وفي الصباح انكم تغسلوا الشعر ديالكم، او ممكن انكم تستعملوها في الصباح وفي المساء انكم تغسلوا الشعر ديالكم. ما كيبقى لكم اختيار، مهم انكم تستعملوها من ساعتين الى 6 ساعات على الاقل باش كتعطيكم واحد المفعول اللي هو اكثر. بالنسبه لمدة الاستعمال او كم مده انكم تستعملوها في الاسبوع، ممكن انكم تستعملوها يعني لحابين انكم نتيجه تكون افضل، ممكن انكم تستعملوها مرتين في الاسبوع وما عندها حتى ضرر على الشعر ديالكم. وبالنسبه للشعر ديال الانسان، شي وحده الشعر ديالها اللي هو غير تموج غير القليل، انكم تستعملوها مره واحده، ولكن الناس اللي شعرهم متضرر استعملوها مرتين في الاسبوع، ومن من المره الاولى غادي تحصلوا على نتيجه رائعه. هذه هي الوصفه تاعت اليوم. نتمنى انني تنال الاعجاب ديالكم، وقلت ان ما فيها باس ان نحط لكم هذه الوصفه لانها فعلا رائعه رائعه رائعه، عجبتني وقلت ان ننفعكم بها. نتمنى من الناس لاول مره كيشوفوا القناه ديالي ما ينساوش انهم يشتركوا معنا في القناه ويضغطوا على زر اشتراك او ابوني او سبسكرايب والضغط على المربع الجرس بالتوصل بكل جديد الفيديوهات تاعي. جزاكم الله كل خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو تاني في امان الله. باي باي. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الاحمر وعمل اعجاب وتحميل الفيديو على مواقع التواصل وتعليقاتكم لمزيد من العطاء.